متأكد طول الوقت أنه في مؤامرة على تونس، وفعلا في مؤامرة على تونس. يعني تتخيلوا، لا يعني في مؤامرة من الداخل ومؤامرة من الخارج، ومؤامرة من الخارج إلها ذيول داخلية. العديد من المعلومات المؤكدة على المصالح الأمنية لوزارة الداخلية، مفادها استهداف حياة السيد رئيس الجمهورية وسلامته وسلامة مؤسسة رئاسة الجمهورية. هي معلومات جدية وتقاطعت مصادرها